تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد لهم من التقدم والازدهار.